ليه معاك؟ زمان ما كان حتى اسبوع يحكي. الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي. زيدوا ديونا هذوك، كلا تخليهم واقفين تما كيشمع. هيا كاع الحبس. شو علاش قلتي لهم هكا؟ أنا جبتهم وخلصت بريسون شارج باطل. حتى واحد ما قدر يداويك منهم، لا خليهم احنا. الحبس ليهم خير. مولاي، أنا جبتك الطبيب اللي قلت لك عليه. هم جاو ربعين، جاو ربعين على اختك وما حتى واحد ما قدر يداويها. درتهم كاع في الحبس، راح رد الحبس كاع سبيطار بلا طب. يا ودي لا، هذا هارب. ليه هارب هذا؟ تما قبيح. كيف قبيح؟ بغيت نقول لك بلي خشين. ايه وخشين ولا رقيق، انا واش خسر لي فيه؟ انا اللي سونسيال يداوي لي زوجتي، فهمت؟ نقدم لك الغني عن التعريف، مكتشف المصران الزايد ابن سينا. السلام عليكم يا إخوة العرب. وعليكم السلام ورحمة الله. أين هو المريض؟ أنا هو. مش ماك تشوف يا كفر يا مكسلو وتشامر شوش بالبركوكس ما تبات. رزان. قال لا حبس حبس حبس. احنا عدنا الحرمة في القصر. هكذا وداويها أخبط عناية تحس. مولاي، الملكة في حالة يرثى لها، إنها تعاني من تسمم سببه لها الفطر. باش تضرب بالعربية مولاي. الملكة في حالة ما تعجبش. هاي الهضرة. عندها انتوكسيكاسيون على خاطرها كلات الشامبينيون المسموم. يتسمى كاين واحد في القصر دالها السم في الشامبينيون. ندير هذه. لا لا يا مولاي، الشامبينيون هذا مسموم دوريجين. يعني من عند ربي. شتي وانت دخلت لي جيب لي شامبينيون، جيب لي شامبينيون، جيب لي شامبينيون، هاني جيب لك شامبينيون، ها وخرج لك شامبينيون من تيك سما دوك وتشكرا وتشوبين على بالك. هاي هاي تحبي هكذا دوكا تزيدي تهضري على الشامبينيون خلاص. ودوك الحل كيفاه يا حكيم؟ يا مولاي تعرف اني لكل داء دواء. جستمو يا مولاي. يا برهان يرحم بابك سكت. كي يكونوا حكامه يهضروا، هذا طبيب كبير عندك زوج وابنين وفهم نورمال ما تتعلم تسمع يا برهان. كيش ما تخطف؟ راهو نسينا قدامنا، هذا هو نسينا. ابن سينا. ها؟ ابن سينا. نسينا. سامحنا. حالات لانتوكسيكاسيون تحب لها حشيشه معينه. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. احنا عندنا هنا في المملكه راهي معمره حشاوش. شوفوا ربطه ولا زوج لابن سينا. اي خلاص يا مولاي، يا مولاي الحشيشه هذه نادره وقليله وما هي موجوده الا في الصين يا مولاي. وين هذا الصين هذه؟ مولاي ها لاشين. يقول لاشين تدري شنو هو؟ يا لاباني نعرفهم يا خويا. يخدموا يخدموا كله سبحان الله، حتى الحشيش وخدموه. با با تما كيفاش تحب نبعثوا نجيبوا شريطه تاع حشيش ولا كيف ندير ولا ربطه ولا يعني فسر لي كيفاش الكميه يعني باش نداويها. اوكي الحل ان شاء الله. يا مولاي لاشين بعيده ياسر. باش نوصلوا لها تحب لنا خمسه شهور، وخمسه شهور لا قدر الله الملكه. شو خلاص. لا 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 راسع راني معاك، راني معاك. واش به مولاي؟ اسمح لي نروح. لازلت انا روح. خلاص خلاص خلاص. مش غادي نموت. لا 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 بس تحبك طويلة شحال. يعني وبالنسبة لي كيفاش؟ ما كاين حتى حل. مولاي شراك كثير، هذا بنسينا. وأنا وليد بوعلام.
مولاي هذا بن سينا زاد 980 ومات الله يرحمه 1037 الحبس عندما يدير. عندك الزهر يا بن سينا، عندك الزهر، التاريخ سلكك. تفضل. راه صاحبي ما يكون غير الخير غير ما تخافش. ما تقوليش غادي نموت. أنا معاك. زوج قطرات يكفيو. يحبوا غير البراني. ساعة الغطاء ديالي. أنا لي حياتي كامل وأنا نخدم ونطور في المملكة هذه. في الأخر يجيبوا لي ابن سينا وأنا يرميو لي الماء. بصح هو واسمو ابن سينا. وأنايا برهان. طلقش روحك عمي برهان، ما دير والو في بالك. الناس كاع متقلقة على جال السلطانة. أنا كنا راني مقلق. برهان، هذيك الحشيشة تاع لاشين ما كانش بلاد واحدة أخرى نجيبوها منها؟ روح سقسيه ابن سينا. آه برهان، ماشي وقت الغيرة الله يرحم بوك. مع الأسف هذه الحشيشة هذه ما تنوض غير في جبال الصين. بصح وري لي شكون اللي قادر يروح لطرف الدنيا؟ أنا. ديسيديت نروح نجيب لهاد الحشيشة، أنا بغينا نقتل معيشة. بغيني نشوف اختي تموت قدام عينيا وما ندير والو. اون بليس تموت بالشامبينيون ماشي ميم با بالسم، هادي موتة هادي. الدنيا فارس غير مهبول يخمم يروح للاشي. بس عندك عود ما عندكش بوراق. وراك حبيت تروح للصين؟ هيا تشوف. هيا هيا شوف الطريق شحال طويلة وصعيبة. إذا سلكت هنا من المقاطعية راك رايح تطيح عند لي بيرات، وإذا وصلت للجبال راك رايح تعمل أكثر من 3 شهور، وهذاك الوقت السلطانة تكون ماتت. بيت الشر. ها شبر، زوج شبرات، وشوية هاني وصلت. إيه خلخ. يا فارس. أسعد صح الحمد لله راك خير من غدوة إن شاء الله. عاشور اشنو؟ راني حاسة ما رايحاش نطول، وتعرف مرتك توقف على كل شيء. على هادي يعني باغي نوجد جنازتي من درك. مانيش باغي يضحكوا علينا يقولوا جنازة ما وجدوهاش بالطبع. راه سعد وعلاش راكي تفولي على روحك بالموت؟ علاش؟ على شوية حب الشباب نضلك في وجهك حبيت تقتلي روحك. شكون يقول الملكة رسان ماتت مسمومة بالشامبينيون في عمرها غير 29 عام؟ 30 ستي عام. مزيان ما كليتش معايا شوشو. الحمد لله ربي ما فيها غير الخير راسا. عاشور لقمان مانيش باغية من نموت، يحس بلي ما عندهاش يما. ياك البركة في يماتي ما رزان. شوشو نبغي نطلب منك حاجة واحدة. ياك عارفة مع مدرك يا رزان، أنا لو كان دمون لي عيني نسلفهم لك. أهدري تحبي دوك قرحوا دوك قرحوا. نبغي تتزوج. ما صاري يا الحب باباك ما تزيديش تجبني هذا العذراء المليح. خلينا يا الحب باباك. خلاص مولاتي عندها الحق، القصر محتاج للملكة والهدالة بد تزوج. تبدا راك تخمم في العرس ولا تخمم في الجنازة، راك راه ما عندكش كاع وقت على بالك. حاشا يا مولاي، ما تنساش هذه أوامر مولاتي.
منك كوزير نطبق وزيد مسارك صغير شباب شحال من وحدات تمنك شحال بزاف يا مولاي عمل هكذا وألف وحدات تكون ما بين يديك عمل هكذا أمر مولاي وعليا الباقي ما تنساش بلي الأمير لقمان تحتاج إلى وحدة تقوم به تتكلف به تخفف عليه غياب مولاتي بابا عجبتك المشطة ديالي واشنو؟ عجبتك المشطة ديالي مشطة حلوة بزاف شكون اللي مشط لك هكذا؟ مشطت لي الخادمة ديالي جديدة سامر بصح قعد عاقل وليدي ما تبقاش تهبل فيها ياك ما ديريش عليها شوية خفيف قبيح شوية مولاي الأمير لقمان ولد عاقل ويدخل في القلب وليا الشرف كنقوم به هذا العلون هذا عاقل ويدخل في القلب كل إنسان يحب واحد يسمع له ويحس به وأنا الأمير لقمان نعرف وش يحب واش قلت مولاي؟ علماش على الزواج؟ قنديل خليني يرحم بابك ما تزيدش تهضر لي على الزواج سيرتو في هذا الوقت ماشي كاع وقته صافا 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 الحمد لله نوري نعم مولاي واش هذا يا خويا ما تعرفش الذوق تاعي ولا هذا راه مردفله ماشي انا درته مولاي وشكون اللي دارو هذا شكون ويدي لاتي في القصر هذا شكون مولاي انا اللي درته ما ذقتش مليح حلو بلا شكر سبحان الله من الفوق نحب لاتاي هكذا حاضر مولاي بصح راني نشوف الحاله قاعد تبدلت مولاي مازال تزيد تشوف انصرف عندك يدين نورمالمون يندارو في الميزي وكي تلقتي شعرك هكذا فكرتيني في المرحومه بصح مولاي مازالها عايشه دجا قتلتها لما نراني حس بها مسكينة إن شاء الله ما يكون غير الخير مولاي بصح ماشي شاك سكوند مولاي 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 زابينا هذه مولاي أنا ماذا بيا من الفوق تعطيني باغ إكزومبل شوشو سيها تشوف شوشو شال حلوة بلا تاي عجبتك المشطة تاعي شكون مشط لك شابه بزاف مشطة لي خادمة جديدة تاعي شكون هاد الخادمة ديالك سامر اللي جابها قنديل جابها قنديل الله يبارك موني شبكي تبكي عايش تبكي وليدها عايش تبكي تبكي كي ماما هي مريضة يا وليدها يمي راهي مريضة بزاف وواحد ما قدر يداويها تخافيش ماني مش حتموت ماما وديجا قال لي بابا بلي انت اللي ولا حتموت على خاطرش انت عجوزه وشنو اخر ماني يسوت سعدو ويامو مرجانه مازلت بابيشه يا جماعه تخاف من الصايا شتير في الحشيش تاعنا اختي
مسكينه طاحت مريضه ليش ندي الشيشه هذا مكان. انا مملكه عاشور العاشر وانا الجنرال فارس اللي حكم كاع العسكر هنا. فيك الشيشه مايا وشنو حتى يا هذوك محاجب جبتهم عكاز الطريق هذا مكان. مش محاجب جايين شامه حرز حارين شويه الى ما موالفش الهريسه这是什么饼？很软滑吗？味道不错。这个不是白米的味道，这个。你呢？哎，我压力比你妈还大呢，比你那大个木头味道，那边的可比是酸，那东西又太辣了。这个饼你们是怎么做的？这份是第一次我们合作吗？啊，还得磨砂了，一会儿还辣些。哎，别了，你们还是不那块红包土匪，滚了！好了，嗯，那还……这样跟他说几句话，他有可能给我们发嘛，没啥，你说呢？那就把它放了吧。 ولو كان الطلكوك بعتنا المحاجب صاحبي هذا مكان يلا شين نفرشها لك من الطرف الطرف في المحاجب يطلقني يطلقني يقول عمي هيا البكايات وطلبا يجوا منا ولا الشوطه منا ما تخلطوناش الحاله. انت واش دير؟ انا التريتر الصح. قل لي حنطيب للعرس ولا للجنازة؟ وانت اللي تحاول تفهم انت في وقتنا هذا كل جنازة كل عرس طيب واحد. اسمع عندك حاجة بركة في الجنازة نحي البنان. هيا روح الكوزينة عند النوري. هيا روح. وانت واش ديري انت؟ انا جيت نبكي. هيا وريني شوف. يا خلاص 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 حبسي 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 عطيني السي في تاعك عطيني. بكيت عند الملك شقيف في الجنازه تاع بنو وبكيت زوج بكيات ملاح في حياتي. الاولى في مملكه حميستان والدوزيام المخيره المخيره عند الملك دحمانوس. بكيتي عند دحمانوس ثاني؟ خمس سوايع سونزار. اي خلاص راكي معنا كل شيء مبروك. أنا غنيت في كل مملكة وكي سمعت بالعرس تاع مولاي عاشور فكرت المملكة اللي عشت فيها قلت نجي نغني. أيوه والثمن تاعك شحال؟ 500 دينار عاشوري. أه 500؟ أنت مهبول أنت؟ هكذا نروح نجيب جايك الماكسون من مملكة بعيدة وخلاص. أصاحبي أنا الشيطان ساعدنا شوية على بالك باللي هذا عرس ماشي كونسير. نقدر نساعدك ب 400 دينار. 400؟ أي خلاص تديهم بصح نديرهم لك ها مع حمامة. ما كاش مشكل. وانت واش تغنيت؟ انا غني واي واي. واي واي شو هادي واي واي هادي؟ ما بغيش عاري يطرطق على راجلي. واي 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 واي. اسمع كيفاش مولاتي باغيه تموت وانت تحاول تطرطق لها شعرها ولا كيف؟ اي خرج عليا حم والديك راه والله العظيم. واي 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 الغنى تاع تاخير الزمان كي داير يا لطيف يا لطيف. هذه ديون ملك الحبشه اللي ما قررت. ما تحشمش حبيت تبهدلنا حب تعاود الزواج على مرتك وهي مريضه. يمات مولاتي قادري روحك على بالك مع منا راكي تهضري. اسكت انت يا واحد الشتوت ما هضرتش معاك بدابور ما تدخلش كاع روحك كلش راه من تحت راسك يا واحد مصفار. خساره عليك يا يمات مولاتي. وزير اضرب الله حقر نسا ما تحشمش على خاطركم برك حاب تعاود الزواج وبنتها مريضه. بصح انتم رجال كامل كيف كيف كامل على سبه. هاي مريضه هاي ما تعرفش تطيب هاي ما تعرفش تهدر. العود اللي توقف معاها تلقى لها الحل. انت راك توجد ومور ظهرها. يمات مولاتي شفتي شحال من اطباء جاب لها؟ هاي تفضل مولاي. فاجيني يا نوري فاجيني. صحيت مردف لها هذا. بصح انت قلت لي بغي حلو بلا سكر انا على هنا. كيف سعد انت طيبت نوري ماشي هذا ذوك تكثر له سكر وما نعرف عمل له عمل له يرحم بابك عمل له بس تهنا
على بالك باللي بنتك هي اللي قالت لي زيد تزوج. امر غير ما كان لها تبقى ديري لي في السمير وتليمي لي في الغاشي هنا يا حمبابك. وزيد تكذب. لو كانت تموت بنتها بعيد الشر عليها تقبلها تهون عليك الزواج انت كي تمرض. مولاي مولاي جابتني. تحبي ديروا حاجه شابه؟ واش راح دير؟ تخلعها انت والو وما دير والو. يا مولاي يا مولاي يا الله. يا مولاي يا مولاي يا الله. على بالك مرجانه راكي زعفانه وراكي عيانه. مالا ذوك اللي بعتك تروح ان شاء الله تونسي روحك شويه. اش بكم؟ واش راكم ديروا؟ اسمعوا. لا عجبتني يا مولاي. مولاي راني راح شفت مولين مولاتي الجديده باش نروحوا نخطبوها. ما تقدرش تعرف شحال راهم فرحانين. شحال؟ بزاف يا مولاي فرحانين ومزروبين يعرسوا. قلت لهم باللي انا ثاني راني مزروب. مولاي اسمح لي على الازعاج. برك شوف بلي مولاي راه مشغول. مولاي ما رقدتش الليل كامل يا مولاي وانا سهران ونكسر في راسي باش نلقى حل. يا برهان يا برهان وعلاه راك تعيي في روحك يرحم بابك؟ دوك هذه المراه هذه اللي ربي كتب لها باه تموت انت كره تحياها حبيت تجهل. حاشا يا مولاي حاشا. مولاي دير فيا ثقه ونبرهن لك. تفضل يا برهان ورينا شطارتك. شكرا مولاي تبعني مليحه. هاي الملكه. وشنو؟ اسمح لي حبيت نقول هذه تمثل الملكه. راني مديت لها هذاك الشامبينيون المسموم وراهي مريضه ودركا نمدي لها الدواء الجديد نتاعي. جواد شفت يا مولاي تستعرف بيا هاي سلكت هاي برات لي راسها. يعطيك الصحة يا برهان. شكرا مولاي. هاي ماتت الملكة. حبيت نقول الجنينة معديرة مولاي. حبيت سلكها قتلتها وتمثل روحك البلوسينة وعلى الأقل كيما يعرف يقول ما نعرفش. وحبيت تعطي اسبوار لمولاي. شوف لو كان تكمل هكذا ندخلك الحبس ونغلق اللابو تاعك فهمت؟ مولاي اسمح لي ما عرفتش واش وقع. انا كنت سير بلي الدوان تاعي رايح ينجح وحبيت غير نداوي الملكه هذا ما كان. معليش يا برهان انت راك درت اللي عليك. مولاي زد لي فرصه واحده اخرى ما نرقدش حتى نداوي الملكه. بس دكتور ثاني قاعد يقولين برهان بزاف واحد راك دايما الله خلاص. انا دوكا اللي ديسيديت باش نغلق لابو وراك عيان وحدي كونجي تريح شويه. ماشي سهلي سهلي ما شو بدك باللي راكي خير من البارح وجهك راه منور على بالك. على بالي راك تسعف فيا عاشور. لا لا هاني نهضر معاك بشوار بقلبي. وش بك؟ ما باقيش بزاف ونروح. وين تروحي وين تروحي يا رسان وين؟ خصك نقول لك نموت عاشور بعد الشر. صح قول لي كيش راهي الحاله في المملكه؟ مساكن راهم كاع حزنانين عليك بالبيا كاع. الكلام اللي قلته لك ياك ما نسيتوش؟ ما نسيتش.
تاع الزواج؟ لا على وليدنا لقمان. لقمان او بيا ونهضر يهضر معها على الزواج. يا اخي ما في شده في كلمتك. واش من زواج؟ ما تخافش راني عادك شده في كلمتي. شي راني خايف. انا مانيش خايف، راني عليك انا. سكت انت حلفتي مع اللي راكي مريضه، راني خايف ما سكت صومي ثلاث ايام. فهمك؟ اسمح لك اسمح لك اسمح لك. مولاي مرحبا بك عندنا. الله يسلمك. كل شيء راه واجد هكذا باش نفريوها على جي. قل لي يا اخي درت واش وصيتك؟ ما تتناسى مير قدام الشعب. قل لك هاني يا مولاي، حتى واحد ما راهو سامع. ما ليله هكذا قدروا نبدا غير الخير. كيفاش انقطعت يدك؟ مولاي انت اللي امرت باش نقطعوا له يدو. والله انا صحيح مولاي، انت اللي امرت باش تقطعها لي. الغلطه ديالي اني ما صفقتش عند خطابكم. ياك عارف بلي يد واحده ما تصفقش. شفت واش يصير الواحد اللي ما يصفقش؟ معليش المهم واش عندك تطلب؟ مولاي جيتنا بالحسب والنصب في خطبه بنتنا سمر. وانا راني قابل كل الشروط على جال يد بنتك. لا 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 مفطركم. اي بلا نبداو الفاتحه. بسم الله. مولاي مولاي باجي كيفك عربي راني هنا؟ انا بالي بلي راكم هنا. واش كاين؟ مولاي الملكة. واش بها الملكة؟ الملكة راهي. حبس الله يرحمها. وزير تبعني. مولاي كنت نسمع فيك. على بالي يا برهان. جات سهل. جات سهل يا مهلا يا مولاي، ما حسيت هذا خضرب والو. يعطيك الصحة برهان، تراك درت لي عليك. مولاي مولاي فارس جيت يهديكم الشيانة. شو شو راني فاهمك يا مولاي. رمضان هكا عايشة الحمد لله هكذا ولا أكثر. سلامة البرهان وخويا العزيز يدبر على هذيك الحشيشة. حشيشة سلامة راسك. مالك شوشو؟ راكش فرحان لي بريت؟ لا أنا ميت بالسعادة. ما تخممش راني هنا. ما نزيدش كاع نخطيك جامي ما نسمح فيك. هذا لي زوبسيون. تحكوا لي شوشو، ما تزوجتش عليا ولا دبرت على واحد أخرى؟ أنا قريب ما تزوجتش عليك مهبول. مولاي مولاي العرس انولي